تفضل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم الاخوان اللي شاركوا في هذه الانتخابات اللي عطاو هذا المجهود ديالهم للناس حابين كلهم غاو التغيير، اللي هما ناضوا وناضلوا من اجل التغيير وناضوا ناضلوا مع اجل ضحاو من اجل واحد الحاجه الساكنه ديال توريرت بالشباب ديالها وبالقبائل، ما غاديش نقدر نسميه دابا، بالقبائل ديالها مختلطه جزاهم الله خيرا. ودابا انا اللي كنتمنى من هاد الناس اللي داروا فيا الثقه ووضعوا فيا الثقه، غادي ان شاء الله نتمنى باش نعطيهم داكشي اللي كيستحقوه، وغادي نوقف اكثر من الجهد ديالي، والفضل اللي رجع هو اللي كيرجع للساكنه ديال توريرت اللي انا غايور عليها، وباغي الساكنه ديال اقليم توريرت وغايور عليها، وباغي بغاو التغيير وداروا فيا الثقه. ليا شرف انا هاد الناس اللي جاوا ووقفوا معايا وجاهدوا وسهروا بالليل والنهار بالنساء والرجال، دائما ما عنديش انا ما كنعبرش شحال عندي واحد التحيه ليهم، واللي كنقول لكم راني في اليد وراني راه الاشاره ديالهم، والله سبحانه وتعالى اللي شاهد راني كنعرف داك الشيء، كنعيش العالم القراوي وعايش كل شيء باللي الناس راه خاصها، لا بالنسبه للدراسه ولا بالنسبه للماء ولا بالنسبه للفلاحه ولا بالنسبه للناس عاشوا واحد المده عاشوها الناس ديال بالنسبه للحبوب ولا جميع المشاكل كتعيشها اقاليم توريرت. ما غاديش نقدر نقول لك نسمي، ولا اني الناس بزاف القبائل كلها البدويه كلها محتاجه الوقوف باش نوقفوا معها، واللي كنقول نطلب ربي ياكدنا الامنيه ديالنا باش ما نتحاشموش، وباش نكونوا ان شاء الله في هذا المستوى اللي هاد الناس داروا فيا الثقه، وليا شرف شحال باش داروا فيا الثقه ووقفوا معايا وجاهدوا، وداك الشيء اللي كنشكروا كنقدم لهم الشكر، ما عنديش باش غادي نخلصهم وما عنديش باش نرد لهم الشكر ديالهم. وهذا الشيء اللي داروه راه داروه من اجل باش الناس راه مهمومه وبغاو حتى هما واحد الانسان اللي فيه الثقه ويوقف معاهم. راني كنوعدهم بالوعود اللي غدا به غادي نتلاقاو باش غادي نكون في جنبهم ويكونوا في جنبي عده مشاكل، لا بالنسبه للطرق ولا بالنسبه بزاف ديال المشاكل اللي كنعيشوها. وهذا الشيء اللي كنقول لكم، وشكرا. شكرا سيدي، الله يعطيك الخير.